يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نحن في هذه البلاد لا يوجد لدينا شركيات في العقائد، وإنما يوجد بعض الأقوال الشركية وبعض المعاصي والتقصير، فهل الواجب أن نرقق قلوب الناس بالمواعظ حتى يستقيموا على الطاعة، وهل هذا من منهج الدعوة؟ أول شيء نفيك أنه لا يوجد الشرك موجود، موجود لكنه الحمد لله ما هو ظاهر، ولا فيه من يتعلق بالأموات ويدعو إلى ذلك فيه، ولكنه ما هو ظاهر والحمد لله. هذه ناحية. الناحية الثانية قولك إننا نتجه إلى الوعظ فقط ونترك التحذير من الشرك، حتى ولو كان أهل البلد يعرفون العقيدة ويعرفون التوحيد وليس عندهم شرك، فإننا نذكرهم بالشرك وأخطاره، نبين لهم، ندرسهم إياه من أجل أن يحذروه، يحذرون منه. فالدعوة إلى التوحيد دائما يحتاج إليها ولا تترك، لأنها إذا تركت انطمست ونسيها الناس، فلا بد من القيام بالدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك مع الوعظ والتوجيه والإرشاد. نعم.